بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية. ظل عندنا آخر شغلة صغيرة بشابتر لا مش شابتر سبعة، هذا بدي statistical analysis شابتر تسعة. آخر شغلة صغيرة بشابتر تسعة اللي هي contingency. هاي contingency okay. احنا بنذكر لما يكون في عندنا دائما two factors، يعني هذا الفاكتور وهذا الفاكتور okay. ويكون في عندنا يعني ارقام بيناتهم، يعني يكون في عندنا اعداد موجودة تندرج تحت يعني الفاكتور الاول والفاكتور الثاني، متى بنعتبرهم independent from each other، يعني هذا ما له علاقة بهذا. إذا كان بحقق المعادلة هاي إن probability يعني ال probability نأخذ هاي، لازم أول إشي نأخذ مجموعهم ماشي، مجموع ال probability نتذكر انه مثلا probability A تقاطع B شو بتساوي؟ هاي probability A زائد probability B بعدين فقط اوكي، يعني احنا بنمشي على هذا اللي هي الجزئيه الاخيره اللي هي ناقص probability A تقاطع B، عفوا هاي يونيون اتحاد B تقاطع B، هاي بتكون صفر. ليش؟ لانه independent independent. هاي احنا الان بدنا نستخدمها حتى لما يكون عندنا two factor procedure معين نعرف انه هذول independent from each other ولا لا، independent from each other. هاي احنا بنسميها contingency. البروسيجر كالتالي، احنا بنجمع الـ اول شيء بنحسب الاحتمالات، اكيد نحسب الاحتمالات، بنجمع الكولوم وبنجمع الروز زي ما هو موجود عندنا هون. افضل ايش نطبق على مثال بنفهمه اوكي، نطبق على مثال اكيد راح نفهمه. نجمع الروز وبنجمع الكولومز زي ما هو موجود عندنا، وبنشوف الاكسبكتد. الاكسبكتد شو بيساوي؟ دائما مجموع الكولوم في مجموع الرو على واحد على ان، يعني هذا هاي المعادله، هاي المعادله، المعادلة هاي يعني على فرض انهم independent، يعني الاكسبكتد يعني انهم independent. بعدين بنروح بنشوف الاوبزيرفد، يعني قديش بالواقع كانت، قديش بالواقع كانت، بنقارن بيناتهم بطريقة الكاي سكوير زي ما تعلمنا بنهاية المحاضرة، لا مش بنهاية، نهاية المحاضرة الماضية اعتقد انه نهاية المحاضرة الماضية لما كنا نشوف الديستريبيوشن فيت ولا مش فيت. افضل اشي يعني بدل ما نطلع على هاي المعادلات، احنا بدنا معادلة 2 3 4 نروح نطبقها على مثال. اذا طبقناها على مثال على طول راح نفهمها ان شاء الله. طيب المثال هذا البروسيجر سهل ترى، ما يعني ما في شيء، راح تشوف انه على الفيجر البروسيجر سهل جدا. A company has to choose among the precision plan، معناته في شركة لازم تختار بين 3 precision plan، بدها تختار منهم واحد. management wish to know whether the performance for the planning is independent of the classification of the job want to use alpha equal 0.5. معناته الشركة بدها تشوف هل البلان independent من الجوب كلاسيفيكيشن ولا لا. معناته في عندنا تو فاكتور بدنا نشوف انهم independent ولا مش independent. طيب هذا معناته انا عندي، نروح على الفيجر الثاني، كان في عندي observed data
هاي الأوبزيرف داتا. أول إشي جاب كلاسيفيكيشن في بندرج تحتيها تو آيتمز، إنه سالري سالريد وركر وأورلي وركر، يعني الموظفين وبأخذ رواتب أو اللي بندفع لهم بالساعة. في عندنا البريسيجن بلان في الخطة الأولى الثانية الثالثة. الآن إحنا قديش في عندنا مثلا موظفين بأخذ رواتب عن طريق الخطة الأولى 160، على الخطة الثانية 140، الخطة الثالثة 40، زي هيك ماشي. فأجمعهم مجموعهم 340. طيب اللي بندفع لهم بالساعة 40 على الخطة الأولى، 60 على الخطة الثانية، 60 على الخطة الثالثة، مجموعهم 160. لو تروح لمجموع الخطة الأولى 200، مجموع الخطة الثانية نجمع هاي مع هاي 200، مجموع الخطة الثالثة نجمع الرقم الأول مع الثاني 100. أوكي هذول الآن شو بنعمل إحنا؟ إحنا الآن بدنا نحسب الاحتمالات تبعتهم. أوكي ونشوف يعني بناء على نحسب، بدال ما يكون هاي 160 لو كانوا independent from each other قديش الرقم الاكسبكتد؟ لو كانوا independent from each other قديش الرقم الاكسبكتد؟ اوكي يعني هون خلينا نحكي انه مطلع لي مثلا ال U1 وال U2 وال U3 وال V1 وال V2 وال V3. اوكي عفوا فيش U1 U2. اوكي طب نيجي نعمل هون هاي U1 اول شيء اليو هاي مثلا هاي اليو 1 بدها هاي تكون 340. يعني اللي اذا مثلا اخترنا واحد عشوائي شو احتمال انه يطلع باخذ راتب بغض النظر بلان 1 ولا بلان 2 ولا بلان 2؟ 340 اقسم على 500 بيطلع هذا الاحتمال. طب شو احتمال انه لا انه باخذ على الساعه؟ بده يكون على فكره اللي بكمل على واحد، بس هي 160 تقسيم 500 لو تجمعها راح يطلع واحد. لو تجمعها هذا اليو، هاي راح تكون اليو 1 وهاي راح تكون اليو 2 ماشي. بالنسبه للفي للكولوم، بالنسبه للفي للكولوم لو اخترنا مثلا واحد عشوائي شو احتمال انه يكون على الخطه الاولى او جاي من الخطه الاولى او بيشتغل على الخطه الاولى؟ اوكي بدها تكون 200 على 500. طب الخطه الثانيه 200 على 500. طب الخطة الثالثة 100 على 500. لو هذول الثلاث أرقام نجمعهم راح يطلع الجواب واحد، لأنه هاي احتمالات ومجموع كل الاحتمالات واحد. طبعا هاي بنسميها V1، هاي بنسميها V2، وهاي بنسميها V3. الخطوة الثالثة نحسب الإكسبكتد. الإكسبكتد لو كانوا فعلا independent from each other، لو كانوا independent from each other شو بدهم يحققوا المعادلة؟ بدهم يحققوا المعادلة انه يعني مش المعادلة قصدي قديش بده يكون الرقم اللي موجود هون. لو كانوا independent قديش الرقم اللي بده يكون موجود هون؟ بده يكون الاحتمالية، بنروح على الاحتمالية هاي بنضربها بالاحتمالية هاي وبنضربها بالعدد الأصلي. يعني راح يكون مثلا الرقم اللي موجود هون شو بده يكون؟ الاكسبكتد اي مين بده يكون 340 على 500 ضرب هون 200 على 500 ضرب العدد الاصلي 500. العدد الاصلي 500. لو اخذنا مثلا هذا طبعا هذا ما بيطلع 160 بيطلع رقم ثاني. ال 60 هاي لو اجينا بدنا نشوف شو بتساوي، بدها تساوي 160 على 500 ضرب 100 على 500 ضرب 100 ضرب 500. طبعا 500 مع 500 بتروح بيضل الرقم بنطلعه فبتطلع هذول الارقام بعد ما احنا حسبناهم وطلعناهم. الان بنطبق معادله الكاي سكوير. الكاي سكوير شو بنحكي؟
بنحكي الاكسبكتد يعني مثلا 136 ناقص 160 يعني هذا الرقم ناقص هذا الرقم الان بنربعه بنقسم على الاكسبكتد وين هي الاكسبكتد اكسبكتد 136 بنضيف لها الرقم اللي وراها الرقم اللي وراها اللي هي راح تكون 136 ناقص 140 اللي هو هذا الرقم ناقص هذا الرقم هاي تربيع اقسم على قديش الاكسبكتد برضو كمان 136 وبتمشي هذا وهذا 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 يعني بتحسبها ست مرات تحسب قيمة هاي شو بتكون هاي بتكون كاي سكوير بتكون هاي كاي سكوير نوت الآن بنقارنها بالكاي سكوير اكسبكتد هاي الكاي سكوير نوت جمعناهم كلهم وبنقارنها بالكاي سكوير اكسبكتد الكاي سكوير اكسبكتد بدها تكون لأنها من طرف واحد هاي خمسة وبدها تكون اثنين يعني 3 فاكتور نقص منهم بيطلع اثنين بيطلع اثنين قارن هذا الرقم بهذا الرقم الرقم الأول شوف قبل قديش طلع 49 عالي 49 اوكي بينما الكريتيكال من الجدول كانت 5 يعني واضح تماما انه جايه الكاي سكوير نوت بالمنطقه الريجكشن بمنطقه الريجكشن وي ريجكت نال هايبوثيسز معناته هذول they are not independent they are not independent وهاي الكونكلوجن تبعتنا هذا الكونتينجنسي راح يكون اخر موضوع بشابتر 9 بحلش عليه اسئله بكتفي بمثال الكتاب بكفي بنروح الان على موضوع اخر وشابتر اخر هو الشابتر العاشر الشابتر العاشر راح يكون الان نبدا نعمل لتو سامبل او بالاحرى لديفرنس ان ذا تو سامبل اوكي نيجي ننزل لتحت هاي انترودكشن مقدمه للموضوع احنا بس نروح ل لو كان عندنا مثلا على سبيل المثال تو بوبوليشن يعني احنا كيف يعني تو بوبوليشن يعني مثلا المواطن الاردني والمواطن الهندي اوكي لو حكينا بدنا نحسب خلينا نحكي الذكاء للمواطن الاردني هذا البوبوليشن الاول هو الاردن او المواطن الاردني والذكاء للمواطن الهندي البوبوليشن الثاني راح يكون الهند على سبيل المثال يعني هو just an example بنحاول نقارن between these two population مش معقول ناخذ كل سكان الاردن ومش معقول ناخذ كل سكان الهند ناخذ سامبل ناخذ سامبل بلاش طيب دائما لما تكون سامبل الديفرنس بتوين التو سامبلز الديفرنس يعني لما نيجي نحكي لواحد هذا البوبوليشن ناقص هذا البوبوليشن شو الريزلت او خلينا نحكي البوبوليشن الاول ناقص البوبوليشن الثاني شو راح يكون الريزلت راح يكون الريزلت another normal distribution المين تبعه بده يكون خلينا نحكي M1 ناقص M2 ممكن هاي موجبة وممكن سالبة غالبا بتكون موجبة لأن بناخذ الكبير ومننقص منه الصغير أوكي ولو أخذنا سالبة عادي بابا خلص بعدين بابا عادي نكمل عادي روح تمام طيب بالنسبة للفيريانس بدي أفترض إنه هذول الاثنين كانوا نفس الفيريانس يعني لو كانت هاي خمسة لو كانت هاي خمسة هذا بطلع نفس الفيريانس بطلع خمسة لو كانت هاي مثلا 500 وهاي 500 معناته الديفرنس بيناتهم بصير 500 وين المشكلة؟ المشكلة لما يكون الفيريانس هذا مثلا 100 والفيريانس هذا 500 بصير الفيريانس الموجود بده معادلة بده معادلة حتى انه نطلع معادلة سمبل يعني مش المعادلة يعني لو بهاي المعادلة هي اللي هيها
انت بتحاول توحد بين تو سامبلز. فلو كانت السامبل الاولى سيجما 1 على ال n اوكي اوكي سيجما 1 احنا اتفقنا لو كانوا اثنين خلينا نفترض لو كانوا البوبوليشن الاول والبوبوليشن الثاني نفس الفيرينس نفس الفيرينس اوكي جذر الان معناته بيطلع الديفرنس بيناتهم سيجما 1 على جذر الان اوكي يعني بيطلع انه نفسه. الان المشكله حكينا لما يكون سيجما 1 وسيجما 2 بدنا نمشي على هاي المعادله وبده يكون كمان الان 1 والان 2 مختلف اوكي احتياطا الان 1 والان 2 مختلف. المعادله هاي خلاص ما راح اشتقها ما عندوش يعني اشتقاقها مش كثير صعب بس خليها ناخذها as is يعني لما يكون difference between خليني اخذ زي هيك هذا population الاول اخذنا منه السامبل هاي السامبل الاولى وبناخذ منه هاي السامبل الثانية يعني هذا بناخذ السامبل الاولى والسامبل الثانية الدفرنس بيناتهم بده يكون اللي هو normal distribution okay. هذا الان بده يكون sigma 1 على الجذر ال n اوكي okay. n 1 لانه مثلا هذا بده يكون sigma 2 على جذر ال n 2 هذا شو بده يكون ال variance له بده يكون sigma 1 زائد سيجما 2 هاي تربيع وهاي تربيع على ال n 1 لا مش هيك هاي على n اوكي وهاي على n 1 وهاي على n 2 هذول كله تحت الجذر هذا كله تحت الجذر هاي يعني الريجن فيرينس للديفرنس بيناتهم. المين اموره طيبه ما في اي مشكله بده يكون زي ما حكينا الاكس بار 1 ناقص الاكس بار 2 هاي في حاله السامبل طبعا هذول بوبوليشن هذول السامبل. طيب خلينا نشوف بعض الشرح الاكسبكتد للديفرنس بتوين تو مينز هذا بده يطلع لك يعني كاكسبكتيشن كتوقع بده يكون انه المين للبوبوليشن الاول ناقص المين للبوبوليشن الثاني اوكي. طيب الاكسبكتد للديفرنس مش الاكسبكتد الفيرينس ل اكس بار 1 ناقص الاكس بار 2 اوكي اول شيء احنا بدنا نزيدهم زياده ليش لانه الناقص بصير زياده الناقص في حاله الفيرينس ما في شيء اسمه شيء بالسالب بالفيرينس الفيرينس بضل يزيد اوكي فالاولى ناقص زائد الثاني بيطلع الفيرينس هذا الاول طبعا هذا اسيوم انه اندبندنت هو البوبوليشن الاول والبوبوليشن الثاني ما لهم علاقه ببعض يعني هاي المعادله لو جيت بدي اعطيك اياها وحكيت لك نوت اندبندنت الاكس 1 والاكس 2 بيكون في جزئيه احنا حافينها بديش ارجع لها خلاص بس هي ناخذ هذول المعادلات از از معناته شو صار عندنا التست ستاتستكس صار عندنا الديستريبيوشن الجديد بده الاكس بار 1 ناقص الاكس بار 2 هاي المين للسامبل ناقص ميو 1 ناقص ميو 2 هذا المين للديفرنس بين تو بوبوليشنز ديفايدد باي السيجما اللي من تحت بدها تصير سيجما 1 سكوير على ان 1 زائد السيجما 2 سكوير على ان 2 وهاي ال يعني التعليل تبعها. الان من ناحيه التست اوف هايبوثيسز نفس الشيء يعني لما تكون تي فهي تي يعني تي يعني الفيرينس النون ولما يكون الفيرينس نون معناته زي اوكي حتى الديفرنس بيناتهم بيكون زي يعني ما في مشكله والريجكشن ريجون نفس الشيء. الان القاعده اللي احنا بنختبرها هي كالتالي طبعا كل هالحكي ماشي حتى تعرف ان الديفرنس بين ذا تو بوبوليشن قيمه معينه اوكي. لو حكينا مثلا
ذكاء المواطن الأردني، إحنا مركزين على المواطن الأردني اليوم، مثلاً أذكى من مين بدك؟ يعني من أي دولة ثانية مثلاً دولة بي، خلينا نحكي إن المواطن الأردني أذكى منهم بمقدار درجتين، هذا كليم بدك أنت تختاره، معناته ميو 1 ناقص ميو 2 البوبوليشن الأول ناقص البوبوليشن الثاني بيساوي 2، هذا الكليم تبعنا، هذا الكليم تبعنا، أو هو دلتا 0. اوكي، معناته الالترناتيف هايبوثيسيس شو؟ ميو 1 ناقص ميو 2 لا تساوي 0، لا تساوي 0. ممكن إذا كان في كليم إنه أذكى أو أقل فبدها، فبصير أنت تختبر إنه أكبر من 2 أو أقل من 2 حسب الحالة وحسب نص السؤال، وحسب نص السؤال. في كثير من الحالات باجي بحاول أفهم إنه هل هناك اختلاف؟ أوكي، هل هناك اختلاف؟ لو حكينا مثلا الاختلاف ما بعرف، مثلا سكان عمان وسكان إربد، دخل الأسرة، دخل الأسرة، يعني في ناس بحكي لك هذول نفس الدخل، في ناس بحكي لك نفس الدخل، في ناس بحكي لك لا الدخل مش متساوي. فأنت لما تيجي تقول لي ميو 1 ناقص ميو 2 تساوي 0، معناته هذا نفس الدخل الفرضية اللي أنت بتحاول تختبرها. أوكي، ميو 1 ناقص ميو 2 أكبر من 0 مثلا، إذا كان في كليم إنه والله عمان معهم فلوس أكثر. أوكي، معناته إذا رفضنا هاي بناخذ هذه. ففي كثير من الحالات بنحاول نقارن between two difference. دقيقة واحدة. في كثير من الحالات بنكون نحاول نقارن between two population، فبتكون المقارنة الدلتا بتكون zero. طيب نفس الشيء إذا كانت two sided هاي alternative hypothesis، بدها تكون الـ Z not إما أقل أكبر من الـ Z critical اللي من جهة اليمين أو أقل من الـ Z critical اللي من جهة اليسار. أوكي، إذا كانت الـ alternative hypothesis أكبر يعني هيك بالمنطقة هاي، بدها تكون الـ Z not جاية بالمنطقة هون اللي هي أكبر من الـ Z critical. وفي الحالة الأخيرة لما تكون مثلا جاي من هون، بدها تكون الزي نوت اقل من ماينس الزي كريتيكال، الا هو الزي كريتيكال اللي جاي من جهه اليسار اقل منها. طب خلينا نقرا هذا السؤال ونفهمه او نحاول نفهمه مع بعض. A product developer is interested in reducing the drying time for a primer paint. يعني في عندنا مصنع أو مطور لصناعات معينة بيحاول إنه يقلل وقت النشاف للبرايمري بينت، يعني الدهان الأساس، دهان الأساس اللي إحنا بنسميه بالأردن الأمنشن. أوكي، هو دهان الأساس. Two formulations of the paint are tested. معناته في عندنا نوعين أو خلطتين من الدهان إحنا قاعدين بنختبرهم. Okay. Formulation 1 والformulation 2. Okay. Formulation 1 is standard chemistry. يعني الformulation 1 هي إلها كيميائية standard. Formulation 2 has a new drying ingredient that should reduce the drying time. Formulation 2 مضاف لها يعني عنصر جديد او مكون جديد بقلل وقت التنشيف، بنقلل وقت التنشيف. From experience it's known that the standard deviation drying time is 8 minutes. معناته من الخبره احنا بنعرف انه الستاندرد ديفيشن للدراينج تايم قديش بيساوي 8 مينت. هذا الاول. اوكي، and the inherent variability should be affected by the addition of the new ingredient. ماشي، معناته
والفاريابيليتي هاي ما بتتأثر في يعني إضافة النيو جريديانت، معناته سيجما 2 كمان 8، هذا المقصود فيها. طب الآن 10 سبيسيمين آر بينتد وذ فورموليشن 1، معناته إحنا جبنا 10 عينات من الفورموليشن 1 ودهناهم، يعني الـ N1 equal 10 ماشي. Another 10 specimen are painted with the formulation 2، جبنا 10 عينات من الفورموليشن 2 ودهناهم كمان. The 20 specimen يعني 20 10 من هذول و10 من هذول. The 20 specimen are painted in random order، يعني ال20 هذول احنا دهناهم بطريقة عشوائية عشان نضمن انه ما فيش يعني noise factor يتدخل. The 2 sample average drying time، معناته بعد ما انه دهنا هذول العشرة وقسنا كل واحد قديش عبين ما نشفت، طلعت الـ X1 bar 121 منت، الـ X bar للثانية طلعت 112. واضح يعني انه الـ ingredient الثانية اقل، بس بدك تختبرها، بس بدك تختبرها، ما بتقدر تحكي انه هي اقل يعني بدون اختبار احصائي. Okay. The two sample average drying time حكيناهم respectively. What conclusion can the product developer draw about the effectiveness of a new ingredient؟ يعني شو استنتاج الديفلوبر أو المطور على هذا new ingredient؟ حسن ولا ما حسنش؟ حسن ولا ما حسنش؟ إذا نحن الآن بنختبر الاختبار الأصلي إنه الإنجريدينت الأول ناقص الإنجريدينت الثاني ما اختلفش، بيساوي زيرو. أوكي؟ إنه الأول واحدة وثاني واحدة ما اختلفتش. طب الثانية الإنجريدينت الأول ميو 1 ناقص ميو 2، هاي الميو 1 الثانية قلت، ميو 1 ناقص ميو 2 معناته هبدأ تكون أكبر من زيرو، أكبر من زيرو، وهاي بدي أنا أختبرها. الدلتا هون في هاي الحالة هي زيرو، الدلتا اللي كنا نحكي عنها بتساوي زيرو. يعني نفس الإشي لو كتبنا إنه الميو 1 بتساوي الميو 2، زي كأننا قلنا هاي للطرف الثاني. أوكي؟ ونفس الإشي لو كتبنا الميو 1 أكبر من الميو 2، معناته زي كأننا قلنا هذا للطرف الثاني، هاي نفس الإشي ما فرقن. الآن إحنا بنحاول نختبرها. طبعاً إحنا في عندنا هاي كله على الزي statistics أو الزي، لأنه الفارينس نون هو 8، أي واضح. إذا أنا بدي أستخدم الألفا equal 0.05، معناته هاي بدها تكون ألفا 0.05، ومعناتها بدها تكون 1.645. هاي اذا انك مش عارفها روح على الزي تيبل طلعها، روح على الزي تيبل وطلعها. تمام. انا بقارن الان، بشوف وين الزي التست ستاتستكس او الزي كريتيكال، الزي نوت شو بتساوي، الزي نوت شو بتساوي. اول واحده الاكس بار ماينس الاكس بار 1 ماينس الاكس بار 2، معناته 121 ناقص 112 ماشي، ناقص الدلتا، الفرق بيناتهم هاي زيرو، الفرضية الأصلية زيرو. اوكي، ديفايدد باي جذر ماشي السيجما 1 8 تربيع على ال N اللي هم 10 زائد كمان 8 تربيع على 10، وبتشوف قيمة الزي كم طلعت؟ طلعت 2.52. احنا اتفقنا انه الكريتيكال عندنا هون 1.645 من الزي تيبل. اوكي، مش مصدقني روح اتاكد انه فاي الزي كريتيكال، هاي الزي كريتيكال او الزي الفا قد نسميها، بدها شو بتساوي؟ بدها تساوي 90% لانها بتاخذ المساحه لليسار، ما بتاخذ المساحه لليمين، مش 90 95%. روح على الزي تيبل وتاكد، راح تكتشف انها 1.645. طيب الزي كريتيكال وين جاي؟ جاي هون، معناته جاي بالريجكشن ريجون، ريجكت
ريجكتنا الهايبوثيسيس، يعني هذول ما بيساووا مع بعض، معناته الدهان الثاني احسن، باخذ وقت اقل، او الوقت الاول اطول، الوقت الاول اطول، معناته احنا we reject null hypothesis هاي غلط and accept alternative hypothesis انه الميو 1 اكبر من الميو 2. طيب يا جماعه في حدا عنده لحد الان اي سؤال؟ طب البي فاليو، يعني احنا نقدر نطلع البي فاليو، احنا ركزنا كثير بال على البي فاليو. البي فاليو هي من هون يعني جاي 1.645، واضح انه بدها تكون البي فاليو اقل من الالفا، يعني الالفا هاي موجوده هون صح، واضحه انه البي فاليو، بي فاليو المساحة هاي بي فاليو ماشي، وهاي المساحة كاملة من هون لهون هاي ألفا، واضح إن البي فاليو أكبر من الألفا. لو بدنا نيجي نحسب البي فاليو كحساب، هاي من وين جاية؟ من جهة اليسار، جاية من جهة اليسار هاي 2.52، الزي تيبل بعطيني من جهة اليمين، معناته أنا مضطر أني أقلب 1 ناقص فاي 2.52. أوكي أنا مضطر أني أقلب، يعني أول إشي هذا الرقم اللي هو هاي المساحة كاملة اللي هي موجودة على الزي تيبل، 1 ناقصها بده يعطيني البي فاليو. أوكي كم طلعت؟ البي فاليو اللي طلعت عندي هون هي ايها 0.0059، قارنها ب 0.05 هي اكبر، الالفا اكبر من البي فاليو وبالتالي ريجكت. نفس الشغل القديم ما فرق، نفس الشغل القديم ما فرق. بالنسبه للاوبريتنج كاركترستكس احنا بنمشي على نفس جداول الزي ونفس يعني خلينا نحكي نفس الاو سي تبعات الزي، ولما يكون في حاله التي نفس الاو سي تبعات التي، يعني لما قصدي للسنجل سنجل سامبل نفسهم ما بفرق، ما في عندنا او سي كير مستقلين للديفرنس بتوين تو سامبل، لا ما في. طيب الان حساب الدي، اوكي هي الفرق انه بدك تحسب الدي، الدي هناك شو كنا نحكي؟ انها دلتا قسمناها على الان صح؟ على السيجما. اوكي الدلتا الان صفت عندي انا، يعني هي ديفرنس بين ميو 1 ناقص ميو 2، وبدك تنقص منهم كمان، او يعني بلاش ميو 1 ناقص ميو 2، مع انه كاتبه ميو 1 ناقص ميو 2 بس هذا استيميتر، اكس بار 1 ناقص اكس بار 2 ناقص الديفرنس، ناقص الديفرنس اللي هو عاده او في اكثر اغلب الحالات بيكون زيرو، وبنقسمه على الان السيجما. المشكله بالسيجما حكينا انه في عندنا تو سيجماز وبنحاول نولف بيناتهم، فراح تكون سيجما 1 زائد السيجما 2 تربيع، هذا الدي، وبنستخدم نفس الشغل، نفس الشغل. وفي عندنا وان سايدد تو سايدد، طبعا نفس المعادله من ناحيه الدي الوان سايدد والتو سايدد، بس الفيجر بالاو سي كيرف نفسه بيختلف، هذا فيجر وهذا فيجر، واذا خربطنا بالفيجر تطلع معنا شيء غلط. بالنسبه للتايب 2 ايرور، تايب 2 ايرور برضه مشابه تماما للتايب 1 ايرور القديم، باستثناء انه الفاريانس عندي تو فاريانس وانا بولف بيناتهم وبطلع فاريانس واحد. اوكي زمان شو كانت؟ كانت زي الفا على 2 مثلا زائد زي بيتا، هاي ربحها وبنضربها الان بالسيجما سكوير. اوكي الان لانه في عندي تو سيجما وبدي اجمعهم جمع سيجما 1 زائد سيجما 2، الان نقسم على الدلتا. الدلتا زي ما حكينا انه بدنا x بار 1 ناقص x بار 2 ناقص اللي هي هاي هي كلها هي دلتا. شوف بلكي اعطانا سؤال،
one sided نفس الإشي، اللي بيختلف عن one sided اللي هو هاي صارت ألفا بدل ألفا على اثنين. okay. نفس الإشي ما اختلفنا عن القديم. شايفين المواضيع بتتكرر، فالواحد إذا فهم ككونسبت بفهم الكونسبت مرة بيظلوا ماشي عليها. إذا بده يصير يطبق بس يعني بدون ما يفهم يصير يطبق قوانين ممكن يتخربط. يعني هي هاي الفكرة. طيب خلينا نكمل بسؤال إكزامبل 10.3. أتوقع أنه راح يكمل الإكزامبل القديم. الإكزامبل القديم To illustrate use of this sample equation, consider the situation described in the example 10.5. هذاكم معروف إنه كانت السيجما ألفا شو كانت 1.645 إذا متذكرينها. سيجما بيتا الآن بشوف شو بده يعطيني بيتا. Okay. Suppose that if the true difference in drying time is as much as 10 minutes. Okay. معناته الديفرنس قديش؟ الديفرنس لترو هاي 10. اوكي الترو ديفرنس 10. اوكي انا على فكره كنت احكي في شغله انا اسف غلطت فيها، اني كنت اكتب لك هاي اكس بار 1 ناقص اكس بار 2. لا مش اكس بار، ميو 1 ناقص ميو 2 هذا بتيجي ترو. بعطيك اياها جاهزه، بعطيك اياها جاهزه ناقص التارجت. فهذا الترو بعتذر عن اللخبطه، بس المعادلات اللي كاتبها الكتابه هي واضحه قدامك. يعني هي ميو 1 مش ميو 1 هات زي ما انا تلخبط، هو جل من لا يصفه. طيب الان نرجع. We want to detect this as the probability of at least 0.9. يعني بدنا نتنبأ بهذا الإشي على أقل تقدير 90%. 90% هاي الـ power of test، معناته البيتا 0.1، معناته البيتا 0.1. Under the null hypothesis، okay. الـ null hypothesis قديش كانت الـ difference؟ Zero. We have one-sided. أكيد هي one-sided زي ما ارجع لسؤال 10.1. هو أكيد one-sided كان. هي أكبر ألفا equal 0.5. الألفا زي كمان هاي طلعناها من التابل أوريدي، إحنا مطلعينها. هو بلش يحل اللي هو الآن البيتا هي 0.1 طلعناها من الباور أوف تيست. زي البيتا هي زي البوينت 1 من التابل بدها تطلع 1.28. شو كمان في عندنا اشياء؟ سيجما 1 وسيجما 2 واضحين والديفرنس واضح، معناته الان بنشوف الان. الان اول شيء هاي واضحه اللي هي 1.645، هاي 1.28 واضحه، هاي 8 تربيع وهاي 8 تربيع. الآن هذا معطيني إياه true difference كان 10 دقائق، أوكي ناقص zero هذا التارجت، إنه أنا كانت المقارنة الأصلية إنه مساويين أو غير مساويين. قديش ال 11؟ معناته حتى يطلع عندي ماشي يعني يتنبأ بتايب 2، يتنبأ بمقدار 90% أو أكثر، يتنبأ بمقدار 90% أو أكثر بدي 11 أو أكثر من السامبل. يعني هو المقصود انه يتنبأ بعشر دقائق فرق بمعدل 90%، يتنبأ بعشر دقائق فرق بمعدل يتنبأ، المقصود يعني انه يرفض النال هايبوثيسيس، هاي بسموها يرفضها وهي صحيح انها غلط، اللي احنا بنسميها باور اوف تيست بالستاتستكس، بنسميها الباور اوف تيست. طيب لو نيجي ل اللي هي الكونفيدنس انترفال. كونفيدنس انترفال هاي الاشياءات اخذناها مش بالشابتر الماضي، بالشابتر اللي قبليها. اكيد اذا انتم بتتذكروا في حاله انه كان الفيريانس نون، كانت الميو موجوده بين الاكس بار
ماينس الزي ألفا على 2 في سيجما على جذر الان مشيك، وكانت يعني كالتالي اكس بار، هي ما فيش 1 هي كلها اكس بار، اكس بار زائد بدال ناقص على جذر 2 في سيجما على جذر الان. طب الان الديفرنس بتوين تو بوبوليشن، يعني عندي تو بوبوليشن 1 و2 وانا كل الكلام على ميو 1 ناقص ميو 2، ميو 1 ناقص ميو 2. اوكي اول شيء ال يعني الجزء الاول بده يكون ديفرنس بتوين تو سامبل، اكس بار 1 ناقص اكس بار 2 ناقص زي، ما بتفرق. الان الفيرينس، الفيرينس بيفرق، الفيرينس يعني هاي لما صير احنا بدنا نولفها بين تو فيرينسز وتو سامبل سايزز بدها يصير الفيرينس تبعها اللي هو هاي المعادله مرينا عليها قبل شوي على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2. تمام، هاي نفس الاشي بس زائد بدل ناقص، زائد بدل ناقص ألفا على 2 في جذر هذا الإشي كله، سيجما 1 تربيع على N 1 زائد سيجما 2 تربيع على N 2. تمام؟ طيب لو إجينا أخذناها على نفس الإكزامبل، لو أخذناها على نفس الإكزامبل ولا إكزامبل آخر؟ لا هذا اكزامبل اخر، هذا اكزامبل اخر. بدنا نطلع احنا الان الكونفيدنس انترفال تبعه، تنسايل سترينث تيست وير بيرفورمد ان تو ديفرنت جريد اوف الومنيوم سبيرز يوز ا مانيفاكتشرر ذا رينج اوف ذا كوميرشال ترانسبورت ايركرافت. اوكي معناته عندنا بتعرفوا التنسايل سترينث شو هي، اللي هي مقاومه مقاومة ال، والله ما نعرف شو بتترجم، اوكي اللي هو القوة المحورية، مقاومة القوة المحورية انه ما يصير لهاش استطالة بسموها تنسال سترينث. اللي اخذ سترينث في ماتيريال اكيد بيعرف شو هاي، واللي اخذ استاتيكا كمان. تنسايل سترينث ثينس وير بيرفورمد ان تو ديفرنت جريد اوف الومنيوم، معناته احنا سوينا تنسايل سترينث لنوعين او سبيكتين من الالومنيوم، خلينا نحكي السبيكه الاولى او الجريد الاول او الجريد الثاني. اوكي الومنيوم سبير، سبير يعني قطع غيار. اوكي طيب from the past experience with the spare manufacturing process، يعني من خبراتنا السابقه في تصنيع قطع الغيار، the test procedure the standard deviation of the tensile strength are assumed to be known. يعني the standard deviation احنا بنفترض انه بنعرفه، بنعرفه. the data were obtained as n1 10 ال x bar 1 78.6، معناته احنا هذول جبنا 10 عينات عملنا لهم tensile strength، شفنا قديش المتوسط تبعهم، هذا المتوسط تبعهم. السيجما الأولى واحد، السيجما الأولى هي واحد. طيب الآن السيجما الثانية 12، الآن 10 و12 اختلف الان، إذا أنت الآن صرت أحكي عن الجريد الثاني تبع السبير بارت. الإكس 2 بار طبعا هاي بس أنا اتخبط شوية بالأحمر، الإكس 2 بار صارت 74.5، السيجما 2 برضو كمان افترضنا أنها نون وهينا بنعطيكم قيمتها اللي هي 1.5. طيب if the mu 1 and the mu denoted the true mean tensile strength for the two grade، يعني الميو 1 والميو 2 هذا هي المين الاصلي لمين، للجريد الاول والجريد الثاني. اوكي we may 90 confidence interval on the difference between two strength، معناته الدفرنس between two means، يعني المين الأول ناقص المين الثاني، بدنا 90% confidence interval. وبتذكركم شو معنى 90% confidence interval، 90% confidence interval معناته 90% من الداتا تحت هذا الكير، يعني بتكون زي هيك 90%
كونفيدنس انترفال معناته 90% تحت هذا الكيرف. انت بتوجد هاي بتوجد هاي اوكي. هي كاحتمالات 90% بس هم كفرضيه بحكي انه خلص الديفرنس الميو 1 ناقص الميو 2 موجود هون كفرضيه اوكي. وكاحتمالات هي احتمالها 90%. طيب نطبق القانون بشكل مباشر، ميو 1 ناقص ميو 2 هذا القانون قبل دقيقه كتبناه، اكس بار هذا موجود، الاكس بار 1 موجوده، الاكس بار 2 موجوده، الزي الفا على 2 احنا الان الالفا على 2 الالفا شو بتساوي 0.1. انتبه انه الالفا غيرها اوكي. لما يجي يحكي لك 90% كونفيدنس انترفال معناته الالفا 10% هي مكملتها، هي مكملتها على الواحد اوكي. فالالفا على 2 شو بتساوي 0.05، الفا على 2 البوينت 05. طب زي الالفا على 2 او زي البوينت 05، روح على الزي تيبل بتطلع انها 1.645. مش حدا يغلط ويكتب 1.96 زي كالعاده هذاك الالفا الان اختلف فطلعناها من الزي تيبل. الان القانون هذا السيجما 1 على تربيع على 10، السيجما الثانيه عفكرة تربيع هاي بس هو مخربط وكاتبة تكعيب، تربيع على 12. الطرف الثاني نفس الاشي باستثناء هاي اشارة صارت زائد، ومعناته difference between two means confidence interval تبعها طلع من 12.22 الى 13.98. نرجع للسامبل سايز. السامبل سايز لما يكونوا اثنين، احنا اتفقنا انه السامبل سايز شو كان بيساوي؟ كان زي الفا على 2 على الايرور هاي من ربعها نضربها بسيجما سكوير. هسا الان لانه كان صار عندي في فيريانس، والفيريانس توتال هو مجموع التو فيريانسز، فيريانس 1 زائد فيريانس 2، هذا الفرق اللي بيناتهم. ولو كانت تو سايدد زي ما اخذنا اول مثال، كان سايد من جهه واحده انه يا هذول الدهانات الفرق بيناتهم صفر يا اكبر من صفر، انه يعني التايم الاول اكبر من التايم الثاني اوكي. فبيكون في عندنا الابر سايد واللور سايد زي ما احنا شايفين في هذا السلايد، وكأنها كثير هاي كمان. طيب لما يكون فيريانس انون نيجي الحاله هاي، لما يكون في عندنا الفيريانس انون احنا شو اتفقنا هاي بنستخدم لها؟ نتاكد انها اول شيء نورمال ديستريبيوشن اوكي. اذا انها نورمال ديستريبيوشن نستخدم لها التي، التي اوكي. بنبدل الاس مكان السيجما، لانه اصلا السيجما مش معروفه، لانه اصلا السيجما يعني تبعت الترو اللي جاي من البوبوليشن لا احنا فارضينها ولا بنعرف قيمتها اوكي. فهذا راح يكون نمشي على التي ما فرق النل هايبوثيسز ميو 1 ناقص ميو 2 بيساوي الدفرنس اللي هو عادة 0، والميو 1 ناقص ميو 2 لا يساوي أو أكبر أو أصغر، it depends. اوكي. الآن في عندنا حتى نحل هذا الإشكال أو نحل هاي الحالة، إحنا مقسمينها لتو كيسز. اوكي. الكيس الأولى إنه مش أنا عندي تو بوبوليشن، بفترض إنه السيجما 1 بيساوي السيجما 2. أنا ما بعرفش. اوكي. بس الحاله الاولى يعني بيكون عندي توقع انه هذول الدفرنس بيناتهم او السيجما قريبين، فبعمل سيجما 1 بيساوي السيجما 2. وهذا على فكره بيشمل معظم الحالات، يعني بده يكون حتى يكون السيجماوات بيفرقوا عن بعض، بده يكون الدفرنس
كثير عالي بين البوبوليشن، بده يكون الديفرنس كثير عالي بين البوبوليشن. يعني مثلا لو افترضنا قاعدين احنا بنقارن بدرجة حرارة مثلا الأردن مع درجة حرارة إشي قريب مثلا منها، خلينا نحكي سوريا أو العراق، عطول بتفترض أن السيجما واحد والسيجما اثنين متساويين. لو كان الدفرنس عالي كثير، لو حكينا مثلا بدنا نقارن درجة حرارة الأردن بغانا، عندنا مثلا بالشتوية بتكون عند درجة الحرارة صفر، بجوز تكون بالشتوية عندهم درجة الحرارة مثلا 35 وعندهم صيف، وبالصيف بصير عندهم بجوز 55 أو 50. أوكي؟ فهذيك الساعة تفترض أنه لا يساوي. ففي أنا عندي two cases نقسمهم حسب الفرضية أنه السيجما واحد بيساوي السيجما اثنين، أو السيجما واحد لا يساوي السيجما اثنين، وهاي إلها معادلة وهاي إلها معادلة. المعادلة والفرق هو بس بالإس، المشكلة بالستاندرد ديفيشن، المشكلة بالستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن في حالة أنه كان السيجما واحد بيساوي السيجما اثنين، يعني الفرضية هاي موجودة، بده يساوي N1 minus 1 في الفارينس زائد نفس الشيء N2 ناقص 1 في الفاري في الاس اس 1 اس 2 تربيع، وبدنا نقسمها على N1 زائد N2 ونقص منها 2، زي كأنه بنقول N1 ناقص 1 زائد N2 ناقص 1. هذا هو المقام. فبيكون هذا الاستيميتور تبعنا، احنا بنسميه بولد ستاندرد ديفيشن او بولد استيميتور. بولد يعني مستقطب، يعني إشي توليفة بالنص، يعني لا هو جاي بالنص. الآن التست ستاتستكس من ناحية لما يكون عندي سيجما واحد بيساوي السيجما اثنين، شو بده يساوي؟ difference between اللي هي السامبلز ناقص difference between population أو التارجت، تارجت اللي حسب انه الفرضيه اللي موجوده عندي، بنقسمها على الاس نضربها في واحد على ان 1 زائد في واحد على ان. دقيقه شوي،
يعطيكم العافية، أنا آسف للمقاطعة الدقيقتين اللي أخذتهم. طيب هذا بيكون عندي النل هايبوثيسيس وهذا الالترناتيف هايبوثيسيس. بالنسبة للالترناتيف هايبوثيسيس كيف، متى احنا بنرفض ومتى احنا بنقبل؟ نفس الاشي، ما فرق نهائيا. اذا كانت من تو سايدد بدها تكون اللي بالنص، اذا كانت من جهة واحدة خلينا نعتبر انها من الجهة العليا بدها تكون بالمنطقة هاي احنا بنرفض. إذا كانت من الجهة السفلى بدها تكون، إذا كانت في المنطقة هاي ترفض، أو إن التست ستاتستكس أقل من النقطة الكريتيكال اليسرى اللي هي ناقص تي ألفا في إن ماينس واحد. لا هنا مش إن ماينس واحد، بدنا ننتبه لشغلة كمان، إنه الديجري أوف فريدوم شو كان زمان؟ كان عندنا إن ناقص واحد. هاي بالحالة انه single sample. الdegree of freedom في حالة انه كان two samples بدها تكون n1 زائد n2 ناقص 2. هيها n1 زائد n2 ناقص 2، هذا الفرق اللي بيناته. تمام، نروح نحل لنا سؤال، سؤالين ثلاثة أربعة. طيب two catalysts are being analyzed to determine how they affect the mean yield of mechanical process. معناته احنا في عندنا two catalysts. catalyst اشي بالكيمياء، catalyst اللي هو مواد، اشي بالكيمياء. specifically الكاتاليست الاول is currently used، يعني هو الكاتاليست الاول احنا قاعدين نستخدمه حاليا. الكاتاليست الثاني is acceptable، يعني هو قبل. since the catalyst 2 is cheaper it should be adopted، لانه الكاتاليست الثاني هو ارخص بدنا نتبناه. providing it does not change the process yield. okay. على فرض انه ما بغير للانتاج، ما بغير شيء، يعني احنا راح نستخدم الكاتاليست الثاني لانه ارخص، بس بشرط انه ما يصير في عندنا تغيير بالانتاج، الانتاج انه ما ينخفض مثلا. طيب test is run in the pilot plant and the result in the data shown in the table. ماشي، احنا في عندنا اختبار فحصناه pilot plant. pilot plant يعني plant مصغره على نطاق ضيق. There are difference between the هل هناك is there any difference between the mean yields؟ هل هناك فرق في الإنتاج بين التو كاتاليست؟ هذا الإشي بدنا نشوفه. هاي هون عندنا الأوبزرفيشن، الكاتاليست الأول والكاتاليست الثاني، كل واحدة فحصناها ثمان مرات، كل واحدة فحصناها ثمان مرات، طلعنا الإكس بار، طلعنا الإس. تمام، واي كمان طلعنا الاكس بار، طلعنا الاس. احنا على فرض انهم هذول متساويين، انه يعني السيجما 1 والسيجما 2 متساويين، بدنا نحسب الاس بي اللي موجوده بيناتهم، اللي موجوده بيناتهم. نتفق انه الاس بي قديش هذول؟ 8، معناته 7. ابدا تساوي 7 ضرب ال 2.39، على فكرة هاي تربيع وهاي تربيع زائد. اوكي الآن برضو كمان 7 ضرب 39، هاي 2.98 تربيع divided by N1 زائد N2 ناقص 2، يعني على 14. إذا بدنا بدون تربيع بدنا نأخذ الجذر، بدنا نأخذ الجذر. هاي الاس 1 الاس بي أو الاس بي حسبناها قديش طلعت؟ طلعت 2.7، يعني بيناتهم 2.7، يعني بنلاحظ انه هاي مثلا 2.4 تقريبا، هاي حوالي 3، 2.7 جايه تقريبا بيناتهم.
طيب حسبنا الاس بي، بعد ما حسبنا الاس بي بنحسب التست ستاتستكس. الفرضيه الاصليه انه بده ميو 1 ناقص ميو 2، ميو 1 ناقص ميو 2 تساوي صفر. طب الفرضيه الثانيه ميو 1 ناقص ميو 2 لا تساوي صفر او انها اقل من صفر، ديبينز كيف، لا تساوي، خلاص لا تساوي صفر. الفرضيه الثانيه لا تساوي صفر، بدهم اياه مطابق 100%، مش اكبر او اصغر. اذا كان الاهتمام انه لو كان نتاكد انه اليلد بدنا نتاكد انه اليلد مطابق 100%، فهاي الفرق. معناته التست ستاتستكس شو بيساوي؟ الفرق بين التو سامبلز ناقص الدلتا، الدلتا صفر، ما في شيء، ما في فرق. احنا المقارنه انه بيساوي او ما بيساويهوش. divided by SP هي حسبناها okay. على جذر ال N1 إلى آخره قداش طلع؟ ناقص 35. ناقص 35 هي أقل من ناقص واحد، هي على فكرة راح يطلع accept، بيطلعن زي بعض okay. هذول راح يطلعوا accept، راح يطلعوا زي بعض. لو فرضنا قداش الألفة، بس نتأكد من الألفة، الألفة 0.5 الألفة 0.5 هذا تي قديش؟ ثمان عينات من الأولى وثمان عينات من الثانية وبننقص منهم اثنين، هذا تي الـ 14. يعني بنروح على التابل وبندور على تي الـ 14، بنطلع الكريتيكال اللي هون وبنطلع الكريتيكال اللي هون، اللي هي هاي ناقص تي ألفا على 2 14، وهاي ناقص تي ألفا على 2 14. بنطلعها وبنشوف وين هاي، واضحة تماما انه التست ستاتستكس انها موجودة بالاكسبتنس ريجون مش بالريجكشن ريجون. اذا هي فيل تو ريجكت، هي فيل تو ريجكت، فيل تو ريجكت، هذا هو الجواب الصحيح. وهذا على فكرة بالميني تاب لقدام شوي راح اعلمكم كيف تنزلوا الميني تاب واعطيكم البرنامج. البرنامج موجود عندي بكراك بكل شيء ونشتغل عليه. احنا يعني بكتفي بهذا القدر اليوم. في حدا عنده اي سؤال؟ اكيد ما حدا ولا حدا عنده اي سؤال. طيب يا جماعة الخير، إذن احنا بنلتقي الأسبوع القادم. Have a nice weekend.